في إطار اختيار مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018، أقامت هيئة البحرين للثقافة والآثار وبالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية فن المالد الشعبي الإماراتي الذي يجسد الاحتفال بذكرى ولادة النبي الكريم بأصوات ذات نغم ابتهاجا بهذه المناسبة. في تواصل للاشتغال الثقافي، قدمت هيئة البحرين للثقافة والآثار لجمهور مملكة البحرين أمسية شعبية تراثية بعنوان المالد الإماراتي، أحيتها فرقة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الصالة الثقافية. مولد النبوي الشريف موروث شعبي في البحرين وفي الإمارات، وفي كل بقعة لهم خاصية ولهم جمهور ولهم طريقة يؤدونها. هذا المولد الذي استمتعنا اليوم بحضوره وكان إضافة مميزة لهذه الأنشطة، شكر خاص لمعالي الوزيرة نورة الكعبي على هذه المساهمة الجميلة من دولة الإمارات لمملكة البحرين لكي تكون عنوانا لأنشطة ثقافية أيضا قادمة. هناك تعاون على الدوام وهناك مشاريع طموحة قادمة. سعيدين جدا بوجودنا هني في مملكة البحرين الحبيبة لأيضا احتفالنا أن مدينة المحرق هي مدينة إسلامية ل 2018. اليوم شاركنا المملكة وهيئة الثقافة هنا في البحرين تراث إماراتي شعبي هو المالد الإماراتي. هذه أول مرة يشارك فيها المالد في عرض هنا في مملكة البحرين، وهذه أيضا بداية لترسيخ وتجسيد أيضا الروابط الثقافية بين دولة الإمارات وبين أيضا مملكة البحرين. المالد الإماراتي، هذا الاحتفال الشعبي الديني يؤدى في ذكرى المولد النبوي من كل عام وفي العديد من المناسبات الدينية والوطنية. البحرين أهل فن عميق في الخليج بأكمله، وطبعا الفن هذا المالد اللي هو المالد كتراث أيضا في البحرين موجود، لأن احنا شفنا أبوتنا ومشايخنا أيضا في البحرين يحيون المالد، مولد الرسول بأكمله يحيون فيه المالد من بيت لبيت. أيضا كمناسبة أو مثل ما تقول كتراث موروث عندنا نحن في دولة الإمارات العربية، نعمله أيضا في المناسبات الدينية مثل الإسراء والمعراج وفي شهر رمضان المبارك، في نحيي به ليالي رمضان المبارك، فنكون نسوي كل ليله في بيت حد، يعني والله اليوم انا ابغى اسوي مالد، ابغى اسوي شيء، يجون الناس يحضرون يسوون المالد هذا. تختلف المسميات وتختلف الاداء الحركي بالنسبه لها من منطقه الى اخرى، حكم مناطق على الساحل، مناطق على الصحراء، مناطق الريف، مناطق جبليه تختلف، ولكن هي الفن هذا موجود او الذكر هو موجود، وبالاخص احياء مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. في طبعا قصائد موجوده اللي هي بمعناها سيره الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم، وفي ايضا قصائد تتغزل في الكعبه والى اخره. فعاليه المالد الاماراتي تاتي بتزامن مع برنامج هيئه البحرين للثقافه والاثار للاحتفاء بمدينه المحرق عاصمه للثقافه الاسلاميه لعام 2018، حيث تقدم الهيئه فعاليات مختلفه طوال العام عبر المواسم الثقافيه والمهرجانات السنويه والفعاليات الخاصه.